بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مستمرين وياكم في سلسلة شروحات منهج مادة المايكروتك لنيل شهادة الـ MTCNA. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن كيفية إنشاء الـ Point-to-Point Protocol of Ethernet Server and Client، وحددنا كذلك عملية توزيع Service by wireless or by wire، من خلال ايش؟ من خلال الوايرلس او من خلال الواير. ومثل ما تعرفون انتم بالنسبه لهذه السيرفيس او هذه التنل اللي هي تعتبر يعني جزء من البوينت تو بوينت بروتوكول، هي تقريبا الاكثر شيوعا او استخداما في مؤسستنا اللي هي متمثله بالجامعه، جامعه تكريت. فلو ندخل على رسم بسيط يوضح ايش هذا الرسم، يوضح ببساطة كيف انه يتم يعني ربط هكذا شبكات وتوزيع هذه السيرفيس على ايش، على المستخدمين او المشتركين. مثل ما تلاحظون امامكم هنا عندي جهاز مايكروتك، اكيد انه هذا جهاز المايكروتك متصل بالانترنت، ومثل ما تلاحظون هنا مخلينا على الايثر واحد، هنا على الايثر ثري رابطين شنو؟ رابطين سويتش. لكن هذا المايكروتك اللي هو الراوتر بورد 1200، راوتر بورد 1200 مفعلين عليه خدمة ايش؟ المايكروتك point to point protocol server. وعلى اي بورت مفعليها؟ مفعليها على الايثر 3 حاليا. هذا يعني حسب يعني خلينا نقول حسب المعلوم من يعني ربط الشبكة، غالبا يكون الانترنت على الايثر واحد، هنا مخلينا على الايثر ثري. مخلينا خل نفترض، اوكي مو شرط، خل نفترض مفعلين هذه السيرفيس على الايثر ثري، وهذه الايثر ثري وين مرابطينها؟ رابطينها على سيسكو سويتش، على سيسكو سويتش. والسيسكو سويتش تم من خلال ايش؟ توزيع السيرفيسز على بقية ايش؟ على بقية ال devices او الاند devices. تقريبا هذه هي الكيس ستدي، اشبه بايش؟ اشبه بالخدمه اللي موجوده عندنا داخل المركز. داخل المركز عندنا ماخذين بورت من المايكروتك، مخلينه على نت جير، على نت جير سويتش، ومن النت جير سويتش منطين للانترنال لللابس، منطين لسيسكو اكاديمي، كذلك بقيه ايش؟ بقية الغرف اللي موجودة عندنا منطينها انترنت، ولكن الانترنت من خلال ايش؟ من خلال انه تزويد اللابس او كذلك سيسكو اكاديمي، تزويدها بشنو؟ بيوزر نيم وباسورد. وهذا اليوزر نيم وباسورد هو تم اعداده ضمن ايش؟ ضمن البوينت تو بوينت بروتوكول اوف ايثرنت. واضح؟ فاذا تلاحظون هو اشبه بهذا، شنو؟ أشبه بالإنترنال اللي موجودة عندنا كشبكة داخل مركز الحاسبة. كذلك يفضل أن يكون طبعاً أكيد السيسكو سويتش هو أفضل من النيت جير، لذلك يفضل أن تستبدل الأجهزة اللي موجودة عندنا إلى سيسكو سويتش. واضح؟ أوكي. إذن نرجع إلى إيش؟ نرجع إلى موضوعنا المقرر اللي هو متمثل بإيش؟ متمثل بهذا التنلز اللي هو الموجول 6 اللي متمثل بالتنلز، وأخذنا البوينت تو بوينت بروتوكول، وكذلك وصلنا للبوينت تو بوينت بروتوكول أوف إيثرنت كلاينتس وكملنا. أوكي، مثل ما تشوفون هنا أمامكم، هذه كذلك تحدثنا عن هذا اللابس، وقلنا هذه هي عبارة عن هومورك لكم. كذلك أنه نفذنا اليوم يعني لابين تيتوريالز اللي هو 16 و17 كانت تتحدث عن إيش؟ تتحدث عن كيفية إنشاء الـ Point-to-Point of Ethernet Server and Client by Wi-Fi و by Ether، خلينا نقول واير اللي هو Ether Port، وممكن أن ترجعوا لها و تلاحظون انه كيف انه تمت عمليه شنو، كيف انه تمت عمليه اعداد البوينت تو بوينت اوف ايثرنت تنل. هنا مثل ما تشوفون وصلنا لايش؟ وصلنا للاي بي بول، الاي بي بول،
وإذا تذكرون احنا تحدثنا عن هذا الـ IP pool، تحدثنا وكذلك تم استخدامه في المحاضرة السابقة. ندخل على الـ IP menu، ومن الـ IP menu يتم اختيار الـ pool اللي هو range من الـ IPs، يتم انتخابها واختيارها بناء على ايش؟ بناء على يعني النيتورك ادمنستريتر، مدير الشبكة، وكيف انه اللوجيكال نيتورك اللي موجودة عندك، يعني التصميم اللي هو متمثل باللوجيكال. فهنا الـ IP pool defines يعرف the range of IP addresses، إذن هو range من الـ IP addresses for handing out by router OS services، حتى يتم يعني خلي نقول استخدامه، أو نقدر نقول يتم تضمينه أو يتم توزيعه باستخدام شنو؟ باستخدام الراوتر أو إس سيرفيسز. يعني إحنا عندنا الراوتر أو إس سيرفيسز مثلاً البوينت تو بوينت بروتوكول، هذه تعتبر سيرفيسز اللي ممكن أن يقدمها، أو الهوت سبوت أنت سواء. راح نجي يعني نوضح لكم أكثر. إذن هو يعرف لي رينج من الآي بيات for handing out للتوزيع، أو يتم توزيعها for handing out by router OS services بواسطة إنه خدمات الراوتر OS اللي هو السوفتوير الخاص بالراوتر بورد لمايكروتك. يستخدم بواسطة هذا البول، نستخدمه إما بالDHCP بروتوكول. DHCP إحنا ممكن أن نستخدمه بعملية السيت اب للDHCP سيرفر، وكذلك ممكن أن نستخدمه بالبوينت تو بوينت بروتوكول. وإذا تتذكرون بالمحاضرة السابقة كانت من الخطوات المهمة أو الضرورية هي، أو نعتبرها الخطوة الثانية، هي إنشاء بول، باعتبار أن يتم عملية أساين لهذا البول ضمن شنو؟ ضمن الريموت أدريس. يعني احنا نختار بالريموت ادريس لما نجي نعمل بروفايل ضمن البوينت تو بوينت بروتوكول منيو، يتم اختيار البروفايل او العفو البوينت تو بوينت اوفر ايثرنت بول اللي تم انشائه من ايش؟ من الاي بي منيو، وبالتحديد من البول بوتون. إذن يستخدم بواسطة الـ DHCP الـ Point to Point Protocol والـ Hotspot Clients، وكذلك الـ Hotspot Clients. إحنا استخدمنا ووضحنا لكم كذلك كيف أنه يتم استخدامه بالـ DHCP، هذه بالـ Get يعني Getting Started بالمحاضرة، تقريبا المحاضرات الأولى، أنه كيف إحنا نسوي Initial Configuration للمايكروتك. وكذلك البارحة أو المحاضرة السابقة تحدثنا عن ايش؟ تحدثنا عن استخدامه ضمن البوينت تو بوينت بروتوكول. وان شاء الله بالمحاضرات القادمه راح اشرح لكم ضمن المقرر، اذا كان هو تم تضمينه ضمن المقرر، باعتبار تصور الهوت سبوت يعني تم رفعه من منهج الـ NTCNA او لا، يعني بعد ما متاكد ضمن هذا، يعني ضمن يعني نهايات هذا المقرر. لكن بكل الاحوال انا ضمن التوتوريالز راح أعلمكم كيف إنه إحنا نسوي هذه السيرفيس، أو هذه السيرفيس الخاصة بالهوت سبوت كلاينتس، كيف إنه إحنا نقدر يعني ننشئ أكثر من إيش؟ أكثر من يوزر نيم وباسورد على نفس إيش؟ على نفس الشبكة. الأدريسز آر تيكن فروم ذا بول أوتوماتيكلي، أكيد إنه الأدريسز يتم اختيارها، يتم جلبها، العناوين كاي بيز يتم جلبها اوتوماتيكلي ضمن هذا البول. فاحنا دائما اذا تتذكرون الايثر 2 او البريدج 1 لما نحدد له اي بي، لما نجي نحدد له اي بي، يعني هسه اوكي خلينا نروح على المايكروتك، ندخل على المايكروتك من خلال الوين بوكس، نجي على التريننج مايكروتك وندخل على الوين بوكس. راح اشوفكم كيف انه ايش، انه بالبداية انا ضمن الاي بي ادريس حددت شنو ضمن الاي بي، ضمن الادريسز انا حددت ايثر 4، على الايثر 4 حددت الاي بي. هذا الاي بي، هذا الاي بي اللي هو واحد اول اي بي ضمن هذه النيتورك،
ضمن هذه النيتورك. هذا الاي بي خليته الما للايثر 4 كجيت واي، واضح؟ بعدها راح تنشئت شنو؟ بعدها راح تنشئت بول. هذا هو البول اللي انشاته انا، هذا هو كان البول اللي تم انشائه، واضح؟ هذا البول اللي تم انشائه. البول بلش من الاي بي، بلش من الاي بي 2 باعتبار الاي بي 1 تم انتخابه من قبل الايثر 4، واضح؟ اما الرينج فلازم يبدا من الاي بي الثاني، وممكن ان يستخدم، وهذا ممكن ان يكون يعني مستخدم من قبل الشبكه اللي راح يستخدم فيها هذا الرينج، ومن 2 الى 254 كرينج. وهذا تم تضمينه كبول، ضعوا تم تضمينه وين؟ ضمن هذه ايش؟ ضمن هذه المينيو. اذا اروح على البروفايل، نروح على البروفايل هنا، اذا تلاحظون تم انتخابه كريموت ادريسز. طبعا للعلم احنا ممكن ان نخلي هنا رينج، او ممكن نخلي اي بي واحد فقط، وممكن ان نختار بول. فهذه الشبكه راح ايش؟ اللوكال ادريس هذا المن الاي بي مال من هذا اللوكال ادريس؟ خل نجي على الاي بي مال منو هذا، نجي على الادريسز، باعوا اللوكال ادريس هذا الاي بي مال الايثر 4، واضح؟ الاي بي مال الايثر 4. اذا الاجهزه او الادريسز يتم اختيارها مثل ما مذكوره هنا، يقول الادريسز ار تيكن فروم ذا بول اوتوماتيكلي، يتم انتخابها او اختيارها من هذه البول. يعني اي جهاز يرتبط راح يكون الى الخيار ان يختار من الاي بي 20.20.20.2 الى الاي بي 20.20.20.254 ضمن هذا الرينج، اي اي بي ممكن ان ايش؟ ان يتم استخدامه، واضح؟ هذا بالنسبه للاي بي بول. وقلنا لكم كيف يتم الدخول الى من الاي بي، وندخل على البول من الاي بي منيو، وممكن ان ننشئ شنو؟ ممكن ان ننشئ نيو اي بي بول، واضح؟ وهذه شرحناها كذلك وتطرقنا لها بالمحاضرة السابقة. هنا يقول لي ممكن انه انت تدخل للبول من خلال الاي بي، وهنا يتحدد السيت ذا بول نيم، وكذلك تحدد الادريس رينج، وتحدد الادريس رينج وتقول له اوكي، واضح؟ اذا هذه هي طريقة انشاء البول، وهذه كذلك انشأناها وتحدثنا عنها في المحاضرات السابقة بالـ DHCP، وكذلك بالـ Point to Point بروتوكول اللي هي كانت المحاضرة يعني المحاضرة اللي قبل هذه المحاضرة، واضح؟ هنا الـ Point to Point بروتوكول بروفايل، هنا يجي يتحدث لي عن البروفايل. مثل ما تعرفون احنا بالبروفايل يعني اكو مجموعه من السيتنج ممكن انه ايش؟ ممكن ان يتم استخدامها في ايش؟ في التحكم بايش؟ التحكم بالبيانات او بالباندوث، وراح نجي نشوفها. يقول لي البوينت تو بوينت بروتوكول بروفايل، البروفايل ديفاينز، يعرف لي شنو؟ رولز، قوانين يوزد باي، تستخدم بواسطه هذا البروتوكول البوينت تو بوينت بروتوكول سيرفر فور اتس كلاينتس، للكلاينتس مالته. فلو احنا حددنا بالبروفايل بان هذا البروفايل انه حددنا الليمتس مالته، السرعه للداونلود والابلود مثلا 1 ميجا، واضح؟ او مثلا الابلود 512 والداونلود مثلا كان 2 ميجا، فاحنا شنو؟ احنا هذه رولز استخدمت بالسيرفر for ايش؟ for its clients، حتى يطبقها او تطبق على الكلاينتس اللي راح ايش؟ اللي يندرجون تحت هذا البروفايل. لهذا لما احنا ننشئ من السكرتس، لما ننشئ يوزر، يعني لما يطلبون منا مثلا باي مكان بالكليات يقولون احنا نحتاج يوزر نيم باسورد كانترنت، لما نجي ننشئ هنايا يوزر، وهذا يعني هذا الموضوع تطرق له استاذ نبيل بالمحاضره السابقه. لما نجي ننشئ يوزر، نجي وين ننشئ يوزر؟ نروح على البوينت بوينت بروتوكول، ونروح على هذا السكريت. هنا عندي مثلا ريان، تلاحظون اكو بعض يعني بعض الانترنت سيرفيس بروفايدر او اصحاب الابراج يستخدمون هذه ات سي اي اس، او ات يستخدم مثلا اسم الشركه مالته او المكتب اللي يعني يقوم بتوزيع السيرفيسز للمشتركين. فلما تجي انت تريد تنشئ
مثلا يوزر، فطلبوا منك تجي تسوي اد لليوزر وتسمي هذا اليوزر، خلينا نفترض مثلا تسميه علي، علي، وتقول له اد، تختار الاسم اللي تريده، مثلا مؤسستك تيو، اسميه تيو باعتبار تكريت يونيفرسيتي، تخلي له باسورد، دائما يخلون رقمين يعني للسهوله هم، واضح، وممكن ان تخلي 4 ارقام، ممكن تخلي باسورد يعني خلينا نقول يعني باسورد قوي. يقول لك تحدد كذلك السيرفيسز انت وين مستخدمه، اكيد على هذا التنل، واضح. وهنا يقول لك البروفايل، انت على اي بروفايل، تقول له انا محدد له لل2 ميجا، هذا 2 ميجا داونلود وابلود، واضح. فانت راح تنشئ شنو بهاي الحاله، انت انشئت يوزر نيم وباسورد وحددت السيرفيسز مالتك اللي انت مفعلها على المايكروتك، وحددت البروفايل اللي تم انشاءه وين، اللي تم انشاءه هنا، هذا البروفايل هنا تم انشاءه، واضح. البروفايل حددنا به النيم، وحددنا به اللوكال ادريس والريموت ادريس، وكذلك الدي ان اس سيرفر، وهنا استخدمنا الاوبن دي ان اس اللي هو الخاص بسيسكو، اللي يكون اكثر امانا من الجوجل البوبليك دي ان اس الخاص بجوجل. وهنا يباعوا بالليميتس، انا حددت ايش قد، 2 ميجا على 2 ميجا، اللي هي الريسيف والترانسفير، يعني الداونلود والابلود. وهذه راح تطبق على كل المستخدمين، اللي هو من هو، راح تطبق على ريان وعلى وسام وعلى علي، اللي هسه احنا انشأنا له شنو، هسه انشأنا له كيوزر. راح نجي نشوف وين علي هنا اللي انشأنا له، راح نقول له apply. راح علي كذلك تطبق عليه يا سياسة، سياسة ايش، سياسة ال، نسوي هذا للباسورد اخفاء، تطبق عليه هذه سياسة البروفايل، واضح. واكيد انه احنا راح شنو، تلاحظون انه هذه ريان at CIS ووسام at CIS، تلاحظون انه تم الدخول على هذه السيرفيسز. يقول لي هنا تم الاستخدامه، يعني last logged out هنا اليوم هذا تم استخدامه، واضح. كذلك الوقت عندك، وكذلك last caller ID، وشنو اللي last disconnect، يعني هذه يعني الريزون، كذلك peer request هنا، يعني هذه details ممكن أن يستفاد منها التكنيكال أو النيتورك ادمنستريتر، المسؤول عن إدارة الشبكة، واضح. فبهاي الحالة كل هذه اليوزرية راح تطبق عليهم هذه الرولز، تلاحظون يقول لي البروفايل يعرف لي الرولز المستخدمة بواسطة البوينت تو بوينت بروتوكول سيرفر فور اتز كلاينتس، المن لأجل من، لأجل الكلاينتس المشتركين، واضح. هنا يقول لي method to set the same setting for multiple clients، طريقة البروفايل هي طريقة لإعداد نفس السيتنج for multiple clients. كيف إنه نفس، كيف ممكن نوضحها؟ أوكي هنا يعني أنا اليوزر لما إجيت أنا هنا بالبروفايل حددت هذا البروفايل، واضح. خلي نفترض أنا أريد أنشئ بروفايل ثاني، أريد أنشئ بروفايل ثاني، هذا البروفايل أسميه شنو، أسميه point to point protocol اوفر ايثرنت، واخليه 512 واضح، 512 كيلو للاثنين، واقول له اللوكال مالته، انا عندي اللوكال 20 20 20 1، والريموت اختار البول، البول اللي عندي هنا نفس هذا البول، كذلك اختار له، واضح، هم كذلك. وهنا اختار الدي اتش سي بي، اخلي نفس الاي بي مال الجيتوي، واضح. وهنا استخدم الاوبن دي ان اس الخاص بسيسكو، اللي يكون اكثر سكيور مقارنه بجوجل، خصوصا للمواقع الغير امنه، يعني تحمي الشبكه مالتك. هنا بما ان حددنا 512 اسوي له ليميتس للمستخدمين، 512 كيلو، وكذلك هنا 512 شنو، 512 كيلو، واضح، كيلو. فبهاي الحالة انه اقول له apply، ضاعوا. فهنا صار عندي بروفايل 512 وبروفايل. فهنا المستخدمين مثلا اني وسام، اجي غير البروفايل مالته، اقول له لا، انت روح اخذ ال 512. لذلك احنا نوبات نغير بالمستخدمين، يعني يقول له هذا انطي، ممكن ان تنطي ديفولت، واضح، هذا الديفولت، تنطي مفتوح ديفولت، ممكن ان تنطي 512 اللي هي طبقت عليه سياسة ال 512 هذا، واضح. اذا هذه rules، وهذه البروفايلز اللي تم يعني تم انشائها، هذه تكون ثابته، بحيث انه تلاحظون الليمت هنا تكون ثابته، تطبق على ايش، كسيتنج على
على أي مستخدم آني ممكن أنه يتم إنشاء مستقبله، واضح؟ فهي تكون مجرد اختار البروفايل، هي إعدادات تم إيش تم ضبطها ضمن البروفايل تاب، ومباشرة راح تطبق هذه الإعدادات على إيش على اليوزر نيم الجديد، واضح؟ إذن هذه كذلك ملاحظة مهمة يجب إيش يجب الانتباه إليها. هنا يجي كذلك يوضح لي كيف انه انا اقدر انشئ بروفايل، وهذه يعني شرحت لكم اياها. انا هنا يقول لي يعني نرجع تلاحظون انه هذه اغلبها احنا تحدثنا عنها. هنا يجي يقول لي انت لازم set the local and remote address of the tunnel. هنا اللوكال هذا احنا كان عندنا 20 20 20 واحد، والريموت هذا pool، احنا اختارين البول اللي يعني حددنا لكم اياه. وهنا يجي يقول لي بالبروتوكولز يقول لي لازم اتشنو suggested to use encryption. بالانكريبشن دائما يقول لي ينصح ان تكون انكريبشن، يعني ان تكون مشفره، واضح؟ اما الام بي ال اس هنا يقول ديفولت. كيف انه راح نجي احنا مستخدمين هذه الميزه لما انشانا البوينت تو بوينت بروتوكول اوف ايثرنت في المحاضره السابقه؟ اوكي، راح نجي على ايش هذا وين بالبروفايل، بالبروفايل لان هذا راح خلينا نجي على هذا البروفايل، نجي على البروتوكولز. هنا يقول لي ديفولت، لا يقول لي لازم تختارها يس yes. ليش؟ لان احنا قلنا البوينت تو بوينت بروتوكول هو يستخدم لي شنو يعتبر اثنتيكيشن، تحدثنا عنه بالمحاضره السابقه، يكون اثنتيكيشن ويكون شنو انكريبشن، يعني يستخدم بالاثنتيكيشن التخويل، وكذلك الانكريبشن التشفير، وكذلك الكومبريشن اللي هو ضغط الداتا. اذا فانا ينصح انا اقول له ابلاي، يعني استخدم التشفير، وهذا يضيف لي ميزه شنو ميزه تخص كذلك ضغط، اذا اريد استخدم الضغط هذه هي اللي تحدثنا عنها يوز ام بي ال اس، هذا راح نجي كذلك نشرحه بحاله انه يكون هو ضمن المقرر، والضغط هذه اللي تحدثنا عنها والانكريبشن. لو نرجع على المحاضرة السابقة تلاحظون هنا ايش يقول لي، هنا يقول لي الاثنتيكيشن والانكريبشن والكومبريشن اللي هي الكومبريشن ضغط البيانات، يعني الداتا ممكن ان يتم ضغطها. باعه هو لاير 2، لذلك احنا الانترفيس مالته تتحدد شنو الانترفيس مالته، لما نجي على السيرفر تتحدد شنو هنايا باعه، لا هنا ما مستخدمه الانترفيس مالته هي ايثر 4، هاي الايثر هي لاير 2، واضح؟ الانتر اما بريدج او شنو او ايثر، والايثر اللي احد بورتات المايكروتيك هذه لاير 2، لكن ممكن ان ايش ان تسوي هاندل اوت المن، تسوي توزيع للاي بيز، يعني ممكن الادريسز يعني من خلاله، واضح؟ إذن هذا هو المقصود بشنو؟ هذا المقصود باليوز كومبريشن اللي هي الضغط، وكذلك الانكريبشن ينصح باستخدامها. هنا ذكر لي فقط الانكريبشن العلاقة بالسيكوريتي، وهذا ضروري جدا طلاب أن تنتبهوا له، لأن أنتم يعني تكنيكال مو مستخدمين عاديين بالنسبة لي إيش بالنسبة للشبكة راح تكونون. كذلك هنا هذا البول اوكي البروفايل مثل ما تشوفون هنا امامكم، وتم الانتخاب، حتى ما تم التاكيد على الدي ان اس سيرفر، واضح؟ ما تم التاكيد على الدي ان اس سيرفر، وبعضهم اصلا ما حدد الدي ان اس سيرفر باعتبار هو راح يعتمد على اللوكال اللي موجود، واضح؟ فبعضهم ما يستخدم، لكن يفضل انه انت تستخدم الدي ان اس سيرفر، وممكن ان تراجعون التوتوريالز اتصور وحده منهم اللي هي تخص الدي ان اس، تحدثنا عن الشركات اللي تزودنا مثل النورتن الكونكت سيف اللي كذلك الاوبن دي ان اس، كذلك اي بي ام تقدم الكوايد 9، هذه الشركات ممكن ان نستخدم الدي ان اس مالتها الفري، يعني مو فقط نعتمد على الدي ان اس الخاص بجوجل اللي هو البابليك دي ان اس، هذا يعني صراحه غير امن، جوجل غير امن، يفضل أن تستخدم سيسكو يعني دي ان اس اللي هو الاوبن دي ان اس مالتهم، لان يكون مؤمن من جهه الانسيف سايتس المواقع الغير امنه، وكذلك المواقع الغير اخلاقيه ممكن ان يعني يحجب لك كثير من هذه المواقع، لان اغلبها تكون هذه المواقع يعني ممكن ان تحتوي على لينكس
يعني تسبب بإيش؟ بعبث بالشبكة، حتى من جهة السيكوريتي أو إصابة الشبكة بالفيروسات. واضح؟ هذه كذلك ملاحظة. هنا يجي يتحدث لي عن البوينت تو بوينت بروتوكول سيكريت. سيكريت مسمي سيكريت، يعني شنو السيكريت؟ سري. هنا يقول لي اللوكال يعتبر لوكال بوينت تو بوينت بروتوكول يوزر داتابيس، يعني كل مستخدميك انت كداتابيس، يعني انت لما تريد هسه تعرف كل مستخدمي الجامعة، كل مستخدمي الجامعة على البوينت تو بوينت اوف ايثرنت، وين تروح هسه مباشرة تروح على شنو؟ تروح على البوينت تو بوينت بروتوكول وتدخل على ايش؟ تدخل على سيكريتس، وراح تجد كل مستخدمي الجامعة، وكل مستخدم امامه البروفايل مالته. واضح؟ وامامه البروفايل مالته. كذلك ممكن ان تجد المستخدمين ضمن شنو؟ ضمن الراوت، اذا كان مفعل وداخل ضمن الراوت ممكن ان تجده. هنا تلاحظون هذا المستخدم يقول لي على الايثر فور، اوكي، وان ريتشبل، باعتبار انه احنا ما مفعلين شنو، ما داخل، ما موجود عندي احد داخل على الايثر فور. واضح؟ ما حد داخل على الايثر فور، فيعتبر هنا شنو؟ يعتبر غير مفعل. واضح؟ يعتبر غير مفعل، وهنا مكتوب هنا الريتشبل. كذلك اليوزر، اي يوزر مثلا كان، خلينا نفترض انه علي او ريان او وسام دخل، راح يظهر بالاكتف كونكشن، يظهر بالاكتف كونكشن، وكذلك وين يظهر؟ وكذلك يظهر عندك هنا بالراوت ليست، راح يظهر هنا هو والاي بي مالته، وكذلك يكون امامه ريتشبل او يعني كريتشبل، وكذلك ياخذ شنو؟ ياخذ الدايناميك اكتف كونكتد، اذا كان هو شنو؟ اذا كان اكتف، واذا كان مو اكتف فقط ياخذ الدي سي، يعني دايناميك كونكتد مو اكتف. واضح؟ اذا هذه كذلك ملاحظه انتبهوا لها في عمليه، تفيدكم بعمليه قراءه الشبكه، شبكتكم شبكه جامعه تكريت. اوكي، اذا البوينت تو بوينت بروتوكول سيكريت هو لوكال بوينت تو بوينت بروتوكول يوزر داتابيس، هي قاعدة بيانات للمستخدمين اللي موجودين عندك على الشبكة، واليوزر نيم والباسورد and other user specific setting، وبقية إعدادات الخاصة باليوزرية specific setting can be configured، ممكن أن يتم إعدادها. واضح؟ كيوزر نيم وكباسورد، وإحنا وضحنا لكم كيف أنشأنا يوزر نيم باسم علي وباسم ريان وباسم وسام @CIS @TU، وخلنا لهم باسورد، وحددنا بين الليمت، كذلك حددنا ال خلينا نقول الباندويد للداونلود والابلود، التوتال باندويد، وكذلك حددنا الانكريبشن، وكذلك حددنا الكومبريشن اللي هي خاصة بضغط الداتا. واضح؟ اذا هنا يقول لي الريست اوف ذا سيتنج ار ابلايد، ريست اوف ذا سيتنج settings are applied from the selected. يقول لي هنا أما بقية السيتنج الإعدادات هي تطبق من البروفايل اللي تم انتخابه. يعني كيف؟ يعني هنا أنت عندك كيوزر إحنا حددنا بهذا اليوزر حددنا شنو؟ حددنا البروفايل مالته، هذا البروفايل مالته، حددنا اليوزر نيم، يعني انشأنا كيوزر نيم من السكريت، العفو من السكريت، احنا انشأنا شنو؟ انشأنا يوزر نيم، خلي نسميه عمر آت، خلي نسميه تيو. واضح؟ وخلينا له باسورد 1 2 3 4، اختارينا السيرفيسز مالته، هذا التنل بوينت تو بوينت اوف ايثرنت، يعني بوينت تو بوينت بروتوكول اوف ايثرنت، وهنا حددنا البول مالته، البروفايل مالته، العفو. يقول لي انت انشأت يوزر، حددت النيم والباسورد والسيرفيس، لكن بقية السيتنج ممكن ان ايش؟ ان يتم تطبيقها بالاعتماد على البروفايل. انت ايش حددت على يا بروفايل؟ مثلا البروفايل يتمثل 512 كيلو، فانت هنا بال512 ايش حددت شنو السيتنج؟
حددت طبعا انه هذا لازم يكون مشفر، حددت مثلا لازم تكون البيانات مضغوطه، حددت انه اللوكال ادريس مالته، حددت على اي بول انت مستخدمه، حددت الدي ان اس مالته، اذا كل البيانات الليمتس مالته، اذا اما بقيه البيانات اما بقيه السيتنج منين راح ياخذها؟ هو جزء منها اخذها منين؟ اليوزر نيم والباسورد، اليوزر نيم والباسورد والسيرفيس اخذها كتم انشائها من النيو بوينت تو بوينت بروتوكول سيكريت. اما بقيه الاعدادات هي راح ياخذها من البروفايل اللي انت هذا امامك. واضح؟ انت شو مخلي سيتنج هنا ضمن الليميتس ضمن البروتوكولز، فهي راح تطبق على هذا اليوزر اللي هو عمر ات تي يو. واضح؟ فهذا هو المقصود هنا بايش؟ المقصود بالبوينت تو بوينت او الريست اوف ذا سيتنجز، بقيه الاعدادات ار ابلايد تطبق فروم ذا سيلكتد بوينت تو بوينت بروتوكول بروفايل. يقول لي البوينت تو بوينت بروتوكول سيكريت سيتنجز، اعداداته كسيكريتس كيوزر، هنا يقول لي اوفررايد كورسبوندينج، يعني تكون اوفررايد او متزامنه، واضح، او نقدر نقول عليها اكو كومباتبل بينها وبين الاعدادات مال البروفايل، وهذه شرحناها قبل قليل، يعني انه هو يعتمد كذلك على السيتنج اللي تم انتخابها ضمن شنو؟ ضمن البروفايل. لهذا احنا لما نجي اوكي هنا يشرح لك كيف انه يسوي اد لليوزر، سيت ذا يوزر نيم، الباسورد، البروفايل، سبيسيفاي السيرفيس if necessary، حدد السيرفيس اذا هي necessary، ممكن تخلي any service، ممكن ان اوكي يمشي الحال. واضح؟ راح يختار اي من السيرفيسز اللي موجوده على هذه النتورك. لازم تنتبهون هنا الى enabled، هذه العباره اللي هنا موجوده في اخر النافذه. اذا هذه هي المقصود بها البروفايل، احنا بالبروفايل نحدد. لذلك يقول لك هذا اليوزر اخذ ديفولت، يعني ديفولت شنو؟ اخذ هذه الاعدادات باعوا الديفولت، معناها اليوزر وين البروفايل، هذا الديفولت، شنو الديفولت الاعدادات مالته باعوا ديفولت ليميت، اكو شيء اسمه ليميت؟ ماكو، يعني كل الباند يتعامل مع كل الباندويد، قد انت عندك باندويد يتعامل وياها. هنا يقول لك كذلك عندك اكو بروفايل انكريبشن، هذا يكون افضل. ليش؟ لان بالبروتوكول تم انتخاب الانكريبشن، يعني يكون أكثر more secure مقارنة بالديفولت without encryption. هذه كذلك لازم تأخذوها بنظر الاعتبار كoptions ممكن أن تستخدمها. دائما إحنا نميل لازم تكون أنت عندك شنو security، يعني هذه يعني من عناصر الarchitecture نقدر نقول عليها أو network architecture من معماريات الشبكة، وهذه ضرورية جدا. أي شبكة لا تخضع لهذه الفور إليمنتس اللي تحدثنا عنها في المحاضرات السابقة، اللي هي متمثلة بالفولت تولرانس، اللي هي يسموها ريدندنسي أو الكواليتي أوف سيرفيس، اللي يندرج تحتها المانجل، ويندرج تحتها الكيوز، ويندرج تحتها الفلترز، ويندرج تحتها الانترفيس ليست أند سو أون. كيف إحنا نسوي باندويث شيبينج، وكيف احنا نسوي امبروف للبيرفورمانس الاداء، كذلك الكواليتي للسيرفيس، احنا هذه كذلك تعتبر عنصر، والسكيلابيلتي والسكيورتي، يعني النيتورك without this elements تعتبر نيتورك شنو؟ تعتبر نيتورك غير مؤهله للاستخدام، وراح تبين عيوبها عندما ايش؟ عندما تتوسع هذه الشبكه او تريد تضيف سيرفيسز لها اخرى. واضح؟ هنا يجي يتحدث لي عن البوينت تو بوينت بروتوكول اوف ايثرنت سيرفر، يعني يتحدث لي اكثر عن هذا التنل، عن هذا المفهوم اللي هو يعتبر اكثر شيوعا واكثر استخداما. يقول لي هذا السيرفيسز او التنل، احنا اتفقنا بان هو تنل، واضح، هو السيرفر runs on interface، يعمل على الانترفيس. كيف يعمل على الانترفيس؟ راح اجي اشوف انا لو من انشئت السيرفر حددت له انترفيس، يقول لي ايه حددت له الايثر 4، وممكن انه انا بالبريدج انشئ بريدج، واضح، انشئ بريدج هناي
انشئ بريدج واضيف البورت الفور على هذا البريدج واضيف انترفيس هنا البريدج 2 مثلا، واضح؟ لكن كذلك اخذ بنظر الاعتبار الادريس اللي عندي، الادريسز هنا لازم هذا غيره الى البريدج مثلا 2، واضح؟ وممكن انه اذا هو يتعامل مع الانترفيسز، يتعامل مع شنو؟ مع الانترفيس، هو يتعامل مع اللاير 2، هذا الانترفيس لاير 2، واضح؟ اوكي، نرجع للمقرر. هنا يقول لي cannot be configured، لا يمكن اعداده على الانترفيس which is part of a bridge. يعني شنو؟ يقول لي لا يمكن هنا اعداده على انترفيس which is part of a bridge. طبعا هذه تحتاج شرح، تحتاج توضيح. احنا لو انا استخدمت الانترفيس ايثر 4، واضح، استخدمتها كايثر 4 وبثيت على شنو؟ وبثيت على ال يعني على ال على البريدج، يعني ضمنت الايثر 4 على البريدج 2 وكذلك سويت له اساين للاي بي واستخدمت الواي فاي واشتغل عندي، واشتغل عندي. لكن هنا يتحدث عن الانترفيس، لان اني ايش راح اسوي هناي لما اريد يعني اسوي ديزاين الشبكه مثل هذه الشبكه، اكيد انه اني لازم اختار بورت هنا، هذا البورت افعل عليه هذه الخاصيه اللي هي مثلا هذا البورت الثالث. اذا السيرفر هنا يحدد البورت مالته، ياهو البورت مالته هنا يجي، تلاحظون هذا البورت الثالث هنا، هذا لازم يكون البورت الثالث، لازم هذا يكون 3. لما اجي هنا اختار البورت الثالث الايثر 3، واضح الايثر 3، هذه انتبهوا لها. هنا احنا مختارين نفعلها على الايثر شنو؟ على الايثر 4، واضح؟ فهنا كذلك لاحظوها، هذه ملاحظه مهمه جدا، يقول لك cannot be configured on interface which is part of the bridge. لان انت هنا بهاي الحاله ما تحتاج ان تستخدم bridge، لان البريدج هي شنو؟ هي البريدج يعني تتضمن اكثر من انترفيس او انترفيس واحده. فانت شنو المصلحه انه انت تسوي بريدج وهي كانت ضمن عليها انترفيس؟ اذا هي انترفيس وحده تفعل عليها هذه السيرفيسز وتنطيها بول مجموعه من الاي بيات وراح تربطها على سويتش، وكل ذول المستخدمين كل مستخدم تنطي يوزر نيم باسورد، يوزر نيم باسورد، يوزر نيم باسورد، اكسس بوينت هناي مثل سيسكو عندها يوزر نيم وباسورد، تخلي هذا اليوزر نيم والباسورد وتسوي شيرد للترافيك مالته، واكثر من مستخدم راح يرتبط بالاكسس بوينت الخاص بسيسكو، وهو كله يعتمد على اليوزر نيم اللي تم انشائه بالسكريت تاب، السكريت تاب اللي هي ضمن البوينت تو بوينت بروتوكول منيو، واضح؟ اذا هذه ملاحظه مهمه يجب الانتباه اليها، واضح؟ هنا يجي يقول لي اذا ريموف from the bridge or set up a point to point of an ethernet server on the bridge. هنا شنو يقول لك؟ اما تزيلها من البريدج، واضح، اما تزيلها من البريدج اذا، واضح، اما تزيلها من البريدج يعني اما او هنا remove from the bridge او تسوي سيت اب للبوينت تو بوينت سيرفر على البريدج. كيف على البريدج؟ يعني راح نجي نجرب، واضح كيف نجرب؟ نسوي مسح ونجي على الاعدادات هنا، انا اجي اسوي بريدج وما اضيف له على اي بورت، اقول له اد البريدج هنا، هذه خلها صغرها نظرات ما يتعبني، اوكي هيجي خليها مثل بقيه هذا، اسوي اد هذا بريدج، بريدج 2، اقول له ابلاي، اوكي هذا البريدج فقط بريدج، لا تلاحظون كل البورتات هنا عندي كلها على البريدج 1، يعني اوكي جيت على هذا الانترفيس اختار بريدج 2، بريدج 2 ضفت على البريدج، قلت له ابلاي، وافق، باعوا ضفت على البريدج وما تحول للون الاحمر، انتبهوا حتى لو كان ما مستخدم، بينما لما تكون ايثر لا يكون لونه احمر معناها ما مستخدم، هذه ما مستخدمه هذه الشبكه ولا انترفيس،
واجي كذلك على الادريسز باعتبار احنا خلينا هذا الاي بي كجيتوي للايثر 4، لا لازم اخليه للبريدج، للبريدج 2، حتى انه ياخذ البريدج 2 هي اللي تعتبر جيتوي. فبهذه الحاله انا شنو؟ بهذه الحاله انا ضمنت انترفيس بريدج without شنو انت ايثر. اوكي هنا شو يقول لي؟ يقول لي اذا اما remove from bridge تزيله من البريدج او set up البوينت تو بوينت بروتوكول اوف ايثرنت سيرفر على البريدج. وهنا يقول for security reasons يعني الاسباب امنيه الاي بي ادريس should not be used on the interface on which point to point of an Ethernet server is configured. يقول لي لأسباب أمنية الـ IP address should not be used على الـ interface على الـ interface on which point to point of an Ethernet server is configured. Which point is configured. إذن هنا شنو المقصود؟ يعني هذا الـ IP address اللي هنايا تلاحظون انه عندي اللي موجودة عندي حتى كذلك ضمن البروفايل، واضح ضمن البروفايل اني لما اجي احدد هنا اوكي لا العفو هنا اللوكال هنا يجي يقول لي الاسباب الاي بي ادريس should not be used على الانترفيس on which is configured. على الانترفيس يعني هنا لازم ما يكون على الانترفيس اللي راح يستخدم عليها البوينت تو بوينت اوف ايثرنت سيرفر is configured. ومثل ما تلاحظون هنا لما سوينا configured للسيرفر لما انشئنا احنا السيرفر انشئنا هنا هذا جديد راح تلاحظون النيم وهنا يختار الانترفيس فقط انترفيس والاي بي هي اصلا موجوده هنا الاي بي لهذه الانترفيس وفقط انه هنا البروفايل طبعا ممكن عندك اكثر من بروفايل تريد الديفولت تريد انكريبت كذلك ممكن هنا تفرض سياسه البروفايل وكذلك الاثنتيكيشن لذلك يقول هنا هو لاسباب امنيه لازم ما يتم تضمينه اوكي هذا بالنسبه راح يجي هنا يشرح لك يعني السيرفر يقول لك هنا لما تيجي تسوي للسيرفر تقول له سيت ذا سيرفيس الانترفيس السيرفيس والنيم والانترفيس بروفايل حددت البروفايل والاثنتيكيشن والاثنتيكيشن واضح اذا السيرفيس نيم والانترفيس والبروفايل والاثنتيكيشن ما ماكو شيء اسمه اي بي ادريس واضح وهنا يجي يقول لك الاكتف كونكشن راح يقول لك انفورميشن اباوت ذا كرنتلي اكتف بوينت تو بوينت تو بروتوكول يوزرز بالكونكشن الاكتف كونكشن راح تجد شنو المستخدمين اللي مرتبطين على البوينت تو بوينت بروتوكول سيرفر راح اي مستخدم راح تجده ايش تجده ضمن هذه التاب الاكتف كونكشنز من اسمه واضح طلاب هذا كل ما يخص محاضرة اليوم شكرا جزيلا لإصغائكم